وضعية دمار داخل القضاء، وإحنا طول عمرنا نحب نحسوا الرأي العام بأن القضاء مش فقط في حالة ضرب للقضاة المستقلين، بل هو في حالة تدمير نهائي من طرف الرئيس قيس سعيد. لأن اليوم المناخ داخل المحاكم بالنسبة للقضاة المباشرين اللي يخدموا هو مناخ من الخوف والرعب، خافوا إذا كان ما يطبقوش تعليمات اللي تجي من عند وزيرة العدل يجرى فيهم كما جرى في زملائهم 57 اللي وقع إيقافهم، وكما قاعد يجري كذلك في رئيس جمعية القضاة التونسيين اللي وقع رفع الحصانة عليه وإحالته على المحكمة، وكما قاعد يقع في البلاد الكل. فهذا المناخ بتاع الخوف يخلي المواطنين وقت اللي يمشوا المحكمة ما عادوش بش يلقاو قضاة مستقلين يحكموا حسب القانون وضميرهم، وإنما بش يلقى موظفين كما يحب قيس سعيد اللي يعتبر القضاء وظيفة ما هوش سلطة، موظفين خايفين يطبقوا في التعليمات. بالطبع هو المجلس هذايا نصبه الرئيس قيس سعيد بعد حل مجلس القضاء الشرعي المنتخب اللي فيه يتمثلوا القضاة منتخبين من طرف زملائهم وعدد من يعني الأطراف الأخرى كما المحامين والخبراء اللي كانوا موجودين يمثلوا يعني أعضاء في المجلس. المجلس الجديد مجلس منصب وبالتالي ليس له سلطة حقيقية، إلى جانب أنه هو نفسه أعضاء المجلس خاضعين للمرسوم اللي عمله قيس سعيد في مارس اللي فات واللي يسمح فيه لنفسه بأنه يعفي قاضي في أي وقت وبدون حتى حقه في أنه يحال قبل ذلك على مجلس تأديب ولا يطلع على ملفه ولا غيره. ناهيك أنه إلى جانب طرد 57 قاضي في شهر جوان اللي فات زاد عليهم وجه لهم عن طريق وزيرة العدل اللي عن طريق النيابة العمومية وجهت لهم أكثر من 100 تهمة خطيرة، منهم تهم يعني الإرهاب وتهم بالفساد المالي وغيرها من التهم، وتفتحت ضدهم تحقيقات. فهذا إذن يخلي القضاء الكل تحت السيطرة متاع السلطة التنفيذية. أول حاجة هو القانون بيدو اللي عمله قيس سعيد. قيس سعيد بدأ بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ثم نصب مجلس قضاء هو اللي عينه، ثم بعد شهرين نقح المرسوم اللي نصب به مجلس القضاء وأضاف لنفسه حق طرد أي قاضي بدون حقه في المواجهة والاطلاع على ملفه ودون حتى حقه في التوجه إلى المحاكم، ما عندوش حتى الحق يشكي. هذا مرسوم موجود اليوم يطبق من طرف قيس سعيد. ثم طرد 57 قاضي وفيهم 6 أو 7 وكلاء جمهورية، فيهم وكلاء عامين لدى الاستئناف وإلى جانب رؤساء محاكم إلى غير ذلك من قضاة التحقيق والنيابة. يعني فماش تدخل أكثر من هكا داخل القضاء. ثم أن وزيرة العدل أصبحت توجه مباشرة التعليمات إلى النيابة العمومية لإحالة القضاة والناشطين السياسيين بصفة عامة وأصحاب الأصوات الحرة على قضاة التحقيق، يعني تتدخل مباشرة وزيرة العدل. بالنسبة للقضاة المعزولين يوم 1 جوان 2022 بعد ما تعزلوا توجهوا إلى المحكمة الإدارية طلبوا إلغاء أمر العزل وعملوا قضايا استعجالية في انتظار النظر في الإلغاء في الأصل، عملوا قضايا استعجالية بإيقاف تنفيذ أمر العزل في انتظار النظر في الأصل، وحصلوا 49 منهم على أحكام في إيقاف التنفيذ، والأحكام هذه هي أحكام نهائية وباتة ولا طعن فيها، توجهوا لوزارة العدل لتنفيذها. رفضت وزارة العدل تنفيذها، وأكثر من ذلك عملت لهم سلسلة من التهم اللي كنت نحكي عليها، يعني تهم إرهابية وتهم فساد مالي وغيرها، أكثر من 100 تهمة وجهتها لهم الكل 49 قاضي، واليوم القضايا هذوما منشورين قدام قضاة التحقيق في قطب مقاومة الإرهاب وقطب مقاومة الفساد المالي وفي المحاكم العامة وخاصة في محكمة الابتدائية بتونس أمام قضاة التحقيق.
هما القضاة باعتبار أنهم أخذوا حكم في إيقاف التنفيذ يعتبروا أنهم ما زالوا قضاة يتمتعوا بالحصانة القضائية، والقانون يقول القاضي لما يكون عنده الحصانة القضائية لا يمكن أن توجه له تهمة من طرف النيابة العمومية إلا بعد حصولها على رفع الحصانة من طرف المجلس الأعلى للقضاء. هذا ما احترمتوش الوزيرة والنيابة العمومية، وجهت لهم التهم مباشرة قضاة التحقيق. فجزء من قضاة التحقيق كاتبوا مجلس الأعلى للقضاء المؤقت قالوا له راو جاونا ملفات متاع قضاة وراو تمسكوا بالحصانة عن طريق المحامين متاعهم، ونطلب منك النظر في هذا الموضوع، يندرى باش ترفع عليهم الحصانة ولا لا باش نجم ننظر. يعني قضاة التحقيق حاولوا يصلحوا الخطأ متاع النيابة العمومية والوزيرة من الأول. مجلس القضاء القضايا منشورة قدامه أخر النظر فيها بالنسبة ل 13 منهم اللي عندهم المراسلات هذوما، أخرهم إلى يوم 2 ماي القادم. نعتبر أن إصلاح القضاء في ظل النظام الحكم الفردي هو حلم ما يتحققش، هو بالعكس هو ماشي ويزيد يضر في القضاء ويحب يطوعه ويدجنه حتى القضاء يكون وسيلة حكم بالنسبة لي. هذا غايته قايد سعيد والوزيرة بتاعه، وبالتالي لا نأمل منهم في إصلاح القضاء، ولكن نناضل من أجل أن القضاة القضية متاعهم تبقى معروفة لدى الرأي العام، وإذا كان نجموا ونفرضوا أنهم يرجعوا لعملهم، لأن ما تنساش رأي مأساة من ناحية الإنسانية ل 57 قاضي فجأة تقطع عنهم أجورهم وفجأة تشوه سمعتهم. ما تنساش رأوا عمل خطاب نهار 1 جوان نهار 31 ماي في الليل، قال فيه باللي هو مثبت باللي القضاة هذوما فاسدين وإرهابيين ويتأمروا على أمن الدولة، وفيهم قضاة ضبطوا بحالة تلبس في حالة زنا القاضية اللي اتهمها واللي اصدر فائدتها حكم بعدم سماع الدعوة استئنافي، يعني حكم نهائي مش فقط ابتدائي، هو وقت قال ذاك عندها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوة. وبالتالي ناضلوا من أجل هذا، وإحنا منظمين تحركات، قدمنا شكاية جزائية في حق 37 قاضي، شكايات جزائية فردية ضد الوزيرة في عدم تنفيذ أحكام قضائية وهي جريمة تبقى القانون التونسي، وفي الفساد باعتبار أن عدم تنفيذ الأحكام يعتبر فساد حسب القانون التونسي كذلك. You